اهلا وسهلا بيكم في قناتي. نهار جديد ويوم سعيد عليكم ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن 10 اسباب 10 اسباب للهجرة الى امريكا. ايه ال10 اسباب بتخلي اي حد في اي حتة ان هو يهاجر لامريكا؟ هنتكلم النهاردة عن الاستقرار المالي ليك ولعيلتك لو هي معاك. اول حاجة استقرار مالي، ان انت بتلاقي شغل بتشتغل وبتلاقي ان انت في دخل داخلك، بالدخل دوت مناسب ليك حسب طبيعة عملك، حسب طبيعة الحياة اللي انت عايش فيها، الولاية اللي انت عايش فيها، بالنسبة للإيجار، للأكل، للشرب، لمصروفاتك، للتأمين، لعربيتك، للأقساط، لكل حاجة. ده استقرار، ده الاستقرار المالي بالنسبة ليك ولعيلتك. تاني حاجة هنتكلم فيها ان انت بتجد فرصة كبيرة ان انت تلاقي شغل. يعني المواطنين الامريكان بيتقدموا للعمل في الجهات الحكومية بسهولة، و يعني بصرف النظر عن انت امريكاني او حامل الجرين كارد، اللي بيفرق بينك وبين الامريكاني لو انت معاك اقامة ان انت في حالة التصويت، بس تصويت في الانتخابات بس. لكن انت ممكن تشتغل اشغال منبثقة من الحكومة، ولكن هي قطاع خاص بالنسبة للي هو حامل الجرين كارت او الاقامة المؤقتة. فدي امريكا بتتيح للمهاجرين فرص عمل كبيرة، فرص عمل كتير كتير. يعني انت ممكن تشتغل بدل الشغلة شغلتين وتلاتة، ممكن مش عاجباك الشغلة دي بتدور على شغلة تانية، هتلاقي ممكن احسن. فاهمني؟ حسب انت سنك كمان. السن ليه عامل. كل ما انت هتربح ويبقى فيه فرص للوظائف كتير، غير اما تبقى انت كبير محدود عشان مجهود. ما هو مش معقول واحد مثلا عنده 50 سنة غير واحد عنده 25 سنة، واحد عنده 30 سنة غير واحد عنده 60 سنة. طبعا الطاقة البدنية والمجهود هنا بيفرق بين واحد عنده سنه صغير وواحد سنه كبير. فاختيارات السن الكبير محدودة في فرص العمل، لكن الصغير مفتوحة ليه اي شغل يشتغلها، في محلات، في شركات، في مستشفيات، في اي حتة يشتغل. لكن كبير السن محدودة بقى بالنسبة لي، محدودة، لان طبعا كل واحد اضرب بمجهوده. فمش معقول واحد بتقارن واحد عنده 25 سنة مثلا او 20 او 22 بواحد عنده حاجة و50 او حاجة و60. طبعا هنا الطاقة البدنية والمجهود البدني طبعا يفرق هنا من هنا. فاختياراتك بالنسبة للوظائف بتتحدد حسب السن. دي من ضمن الفرص، من ضمن أسباب الهجرة لأمريكا. ده سبب اللي هو سبب تواجد، فرصة تواجد وظائف كتيرة في أمريكا. هنتكلم تاني حاجة فرص تعليمية. الفرص التعليمية، انت راجل مهاجر جاي عايز تحسن من وضعك، جاي صغير مش كبير، فتعمل ايه بقى؟ بتقدم ان انا ادرس. لو انت صغير قوي تخش المدرسة، لو انت مثلا متوسط ومعاك شهادة ثانوية معتمدة هتخش على الجامعة وتتعلم، وفي منح بالتقسيط. يعني انت ممكن تقسط وفي منح بيدهالك مجانية. فدي فرصة من ضمن الفرص لترقية نفسك للوضع الأحسن. طبعا يفرق واحد مش متعلم معهوش شهادة، واحد معاه شهادة
طبعا بتفرق برضو في فرص العمل. بعد ما تخلص الكلية بتاعتك طبعا هتشتغل بتخصصك. يعني مثلا انت رحت كلية، مثلا كلية الطب، اي حد ممكن يقدم، اي حد درست طب. طبعا لما بتشتغل دكتور مرتبك غير اما تشتغل في محل ولا بتشتغل في مصنع ولا بتشتغل في شركة، تفرق كتير قوي، تفرق كتير، تفرق كتير، وتفرق مع صاحب الامتيازات دي جامد. فالفرص التعليمية هنا متاحة بس غالية، بس في منح وفي قروض، مفيش حاجة كاش، مفيش حد بيدفع كاش هنا. ممكن انت عايز اقدم مثلا في الكلية دي بس معيش فلوس، كل شهر بتشتغل وبتدرس، بتشتغل وتدرس، اللي بتشتغله تروح تدفعه، تدفع جزء منه قرض الجامعة. فدي فرصة من الفرص، من الفرص اللي هي بتخلي البني آدم، البني آدم في حالة أحسن، في ترقية. هنتكلم تاني حاجة، رفع المستوى المعيشي. انت مستوى معيشتك في بلاد من البلاد أقل، هنا لأ، هنا كل حاجة، كل حاجة متاحة ليك، إن أي حاجة أنت عايزها تشتريها، أي حاجة نفسك فيها من عربية كنت بتحلم بيها ممكن تشتريها هنا، من بيت كنت نفسي أسكن في بيت بالشكل دوت ممكن تشتريه، كله بالقسط، كله بالقسط. يعني عندك، عندك أنت الهجرة لأمريكا بتتيح، بتتيح للبني آدم إن هو يرفع من مستواه المعيشي. جيت أمريكا بترفع من مستواك، بترفع من حالك. هكلمكم بالنسبة للي هو الأعزب ده كمان. الأعزب ده ما عندوش مسؤوليات، اللي هو جاي فرضاني ده ولا عنده مسؤوليات ولا عنده عيلة مسؤولة عنها ولا الكلام ده كله دوت. طبعا دوت يعني من احسن الشخصيات اللي هي، اللي هي ممكن يعمل، يعمل مستقبل ليه حلو، غير اللي عنده مسؤوليات وعنده عيلة. برضو هنتكلم الاعزب بيصرف اكتر، بس هو لو شارك حد في ايجار، في ايجار شقة طبعا هيدفع اقل. لو هو متجوز بقى هيدفع اكتر، لان مثلا لو متجوز وعنده عيال هيدفع، مثلا جاب اوضتين هيدفع اكتر. بس هي الميزة اللي ممكن تنفع المتجوز شوية ان هو يكون مراته بتشتغل فيسندوا بعض، لكن لوحده يشتغل لوحده طبعا الحمل هيبقى كبير عليه، من زوجه لاولاد لبيت، ايجار بيت لاكل لشرب لمسؤوليات لاقساط، هيبقى الحمل عليك جامد. غير الاعزب بقى، الاعزب ممكن في اي حته يشارك حد في اوضه، يشارك حد في اي حته، هيعيش صغير في السن كمان، يعني صغير في السن، فهو الحياه ليه متاحه، متاحة بطريقة كبيرة، زي ما بيقولوا الدنيا مفتوحة له، الدنيا مفتوحة له. تالت حاجة، النقطة اللي بعديها هنتكلم على ان انت من السهل ان انت تسافر في اي مكان في العالم بدون تأشيرة. نفسي اروح اوروبا. انت لو، انا بقولش على الجنسية كمان، انا بتكلم على الجرين كارد. نفسي اروح اوروبا بالاي دي اللي هو الجرين او الاي دي بتاعك، على فرنسا، على ايطاليا، على المانيا، على هولندا، على اسبانيا، تسافر اي حتة ملكش تأشيرة، ملكش تأشيرة خالص. دي ميزة على ما اعتقد، مش عارف حاجة و50 او حاجة و60 دولة
متاحه ليك ان انت تسافرهم زيك زي صاحب الجنسيه. تسافر اي حته، تتفسح، تغير مناظر، تغير جو نفسك. في يعني كل واحد ليه احلام وليه انه نفسه يروح مثلا الحته دي، يروح باريس مثلا، هوب تذكره وحجز فندق تقعد لك اسبوع هناك بدون مشكله. مفيش بقى روح القنصليه وهات التاشيره ويرفضوك، وهات مش عارف ايه بنك، وهات مش عارف ايه ورصيد بنكي، وقصه القصه بتاعتنا دي اللي بتتعمل في جميع الدول العربيه. مفيش الكلام ده هنا. هنا انت شبه مواطن بالجرين كارت، اوب روح على طول، ما فيهاش كلام. هنتكلم في النقطة اللي بعديها، القلق من الترحيل. معاك ورق هتترحل ليه؟ ما عندكش مشكلة، قاعد بجرين كارت مؤقت او دايم، انت قاعد ما عندكش مشكلة، ما فيش مشكلة. بالنسبة انت عملت مثلا هجرة لجوء مثلا، خلاص انت خدت الاقامة، خلاص انت هنا ادم ما بتعملش مشكلة، انسى حكاية الترحيل دي، انساها. لكن لو عملت مشكلة بقى، هنا بقى بيبقى صعب قوي ان انت تحط نفسك في موقف مش كويس. دي مش كويسة، يعني دي مش كويسة. يعني اما تحط نفسك في موقف في مشكلة مع الهجرة مش حلوة. لو انت معاك اقامة او معاك الجنسية، الجنسية ممكن تتاخد منك لو عملت مشكلة كبيرة. اوعى تفكر، لان هنتكلم في النقطة اللي بعديها بقى، في اللي هي بقى ايه، اللي معاك جنسية، المهاجر اللي معاك جنسية بقى، في حكاية الحماية الدولية. انت راجل مواطن امريكاني، الباسبور مكتوب فيه عبارة بالمعنى كده، يعني انا مش عارفها بالظبط يعني، بس هقول لكم بالمعنى العام بتاعنا، نحميك في جميع انحاء العالم، في جميع الارض. انت مواطن امريكاني بالمعنى كده بالبلدي بتاعنا، فانت محمي. انت مواطن امريكاني، اللي هم معاهم بقى الجنسيه، المهاجر اللي معاك جنسيه بقى، مواطن محمي من في اي حته تروحها انت محمي، ليك وضعك، تروح اي حتة ليك وضعك. حتى في المطارات، في المطارات ليهم صحاب الجنسية الامريكية. انت رحت اي بلد، اي بلد مثلا زي مصر، الباسبورات العادية في خط والباسبور الامريكاني في خط تاني، تخش بسرعة. دي انا شفتها وانا مسافر، انا واقف في الخط العادي واللي معاه الباسبورات الامريكية داخلين، يخش على طول يوريله الباسبور، خلصت ويلكم مع السلامة. فليه وضعه في جميع الدول. الامريكان ليهم وضع في جميع الدول، صاحب الجنسية الامريكية ده له وضع خاص. هنتكلم في النقطة اللي بعديها، ان انت حصول بقى، يعني انت مثلا انت صاحب جنسية، انت صاحب جرين كارت او صاحب جنسية، وجيت انت متجوز هنا وخلفت، بتدي لأولادك الجنسية، لانه تخلف في امريكا فهو ياخد الجنسية، الطفل ياخد الجنسية، ما بياخدش اقامة بقى، ياخد الجنسية على طول بقى. فدي الاطفال بياخدوا الجنسيات على طول. انت راجل متجوز وهتخلف مثلا، خلفت وربنا كرمك بعيل ببنت، دي امريكيه صرف، ليها الحقوق الامريكيه في كل حاجه، وبيبقى طاقه القدر لصاحب اللي هو عنده اطفال، لان الحكومه بتساعده بسبب الطفل ده. في ناس بتاخد مرتبات بسبب الاطفال، ومرتبات حلوه.
فدي أسباب من الأسباب اللي بتؤدي لهجرة الناس في العالم كله لأمريكا، وليها جذب معين للهجرة لأمريكا. هنتكلم في نقطة تانية، قدرة صاحب الجنسية على كفالة قرايب ليه آخرين ويديهم الجرين كارت زي الأب والأم والإخوات والزوجة كده والأطفال، بتديهم البطاقة. صاحب الجنسية المهاجر، صاحب الجنسية بياخد البطاقة، القرايب بتاعته ممكن يرسل لهم يجيبهم ياخدوا البطاقة الخضراء اللي هي الجرين كارت. أسباب كتيرة تؤدي للناس، تجذب الناس للهجرة لأمريكا. أنا قلت أديكوا كده بعض الأسباب اللي بتؤدي للهجرة لأمريكا وجذب المهاجرين إلى أمريكا إيه. فإن شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم وعطيتكم معلومة بسيطة، وأتمنى منكم الخير والسعادة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي، وأتمنى منكم أن تدعوا لوالدي بالشفاء، والسلام عليكم.